عسلامة. عسلامة. سافا البنات؟ الحمد لله ميرسي. عسلامة. بي نتعرف عليكم؟ ايه. شتعملوا في حياتكم؟ نقرا بروميير فاك. واسمي سلمى وكهو نقرا. حتى انا نقرا واسمي اسلاء. انتوا من تونس ولا ايه؟ ملاك. موضوعنا البنات تلقى طفلة مزيانة وتلقاها ساعات سليباتير، شنو السر في الحكاية؟ En fait, ma femme est un secret, mais خاطر كنت طفله وكيفاش. Genre انا par exemple, لا يظهر لي 3 سنين سيليباتير، مي جوست انا ما نحبش نصوحب، ما نحبش نتربط بشكون. ولا احنا نحبوا نعرفوا السر نتاع الحكايه هذه. ولا اي فما بنات جوغ ليكزامبل نتاعي انا ما نحبش نتربط بشكون. علاش؟ خاطر ما نحبش كاستيل الو وينك درجنية ما تلبسش ما تعملش ما تخرجش. ما تنجم تلقى واحد يخليك حره، معناها تخرج تلبس كيما تحب. اما لا ليبرتي اللي انا نحب عليها حتى طفل ما وبش يخليني، معناها وقتاش تستغنى عليها؟ شنو نستغنى عليها؟ ما نستغنيش عليها. اكيد باش يجي وقت وتعرس هكا ولا ما نحبش نعرس. علاش؟ بالك توا تقول هكا؟ ليه مش حكايه توا نقول هكا، برسمي ما نحبش. كان باش نعرس برسمي 30 طون يمكن 35 هكاك، مي امبوسيبل قبل ولا مازلت صغيره نحب. شنو رايك في البنات اللي عرسوا بكري؟ الحقيقه نراه جهل. تعرس بكري تقضي على مستقبلك، خاطر جهل عبد يعرس بكري. بالنسبه ليك انت تحب تعيش حياتك؟ اي نحب نعيش حياتي. ولا ما تلقاش معناها راجل يخليك تعيش حياتك كما تحب؟ ليه ما نلقاش. مي اون فيت على البنات اللي عرسوا بكري ذوكم بون سي ان شوا بيرسونيل، مي ما نعرفش نحسها مازلت صغيرة، جونغ مازلت لازمها تكمل قرايتها ساعة قبل وبعديك العرس يجي آخر حاجة، فهمت؟ هكا هاو. وانتي؟ أنا نفس الحكاية برسك. تحب عرس صغيرة؟ لا سافا 27 سافا الحقيقة. أي سافا فما راجل ولا؟ توا لا. كيفاش ترى معناها أنتي شفت قدامك علاقات هكايا معناها يبدا يقمع لها في حريتها؟ علاقات شنو هي؟ يبدا يقمع لها في حريتها معناها ما يخليهاش حرة. أي شفت. شفتي انتي عشت تجربه هكا؟ اي جوغ صحبت بقيت عامين مع طفل وياسر يكبس وكل. وكنت تحبه ولا ليها؟ فهمتش عشان قعدت معاه انا ديجا عامين. كيفاش تعديو العامين؟ يعيفوا برسمي يعيفوا. هو حبك ولا؟ اي هو. اي مازال توا والله ما نعرفش الحقيقه، جي بيردو كونتاكت ما نعرفش يحبني ولا لا، مي اموره ما يهمنيش فيه، نسيت وانا من حياتي ديجا. انت كيفاش تحب على علاقة؟ انا ما نحبش حتى غولاسيون. رفضتها جملة. جملة. غولاسيون لي بغلي زيد. راجل لي. لي راجل لي. مشكوك في امرك. لي لي. صحيح. صحيح. لي لي. جوست ما نحبش مريم. نعرفش ما نحبش شكون يبدا ورايا ومربوطة بي وكل لي، ولا كان لي اقعد اسهر احكي في التليفون ولا فهمت. لا جملة. ميلا اكيد عندك فارس احلام في مخك هكايا، كيفاش تحبه؟ اول حاجة نحبه يكون قاري ومستقبله مضمون، هذيك اكثر حاجة. وبطبيعة النيفو اللي انا عايشة فيه ما نطيحش منه معناه. كنا عن نيفو اللي انت عايشه فيه؟ الحمد لله يا ربي، معناها مستوره بالقدا الحمد لله. دونك الحمد لله ما لقيناش واحد يشكي. اي ليه جوي بي، دونك ما نحبش نطيح على النيفو هذاك. باهي مثلا كي تطيح على النيفو هذاك باسم الحب؟ ليه امبوسيبل امبوسيبل. يعني تاخذ راجلك لاباس عليه؟ سي نورمال خاطرني انا لاباس عليه، عايشه لاباس، دونك ما نجمش أنا نعرس براجل أقل مني، سواء قدي سواء أكثر مني. يا كيفك يا خير. يا خير معناها. فما ولا موجود زعما؟ مش موجود، توكي يجي وحده. المهم في الترونت، قداش عمرك توا؟ أنا 19. مازلت صغرونة. صغيرة صحيح. وأنت كيف صاحبتك ولا لا؟ هي كيكة فاش تقول. ما عندكش هكا مواصفات فارس أحلام؟ لا. المهم نحبه أنا مش كيف. انا كي نبدا نحب ونعرس بيه. حبيت مره ولا لا؟ لا توا. شنو حكايتكم؟ مازلنا صغار، مازلنا صغار توا، وقت قرايه مش وقت حب. نكملوا قرايتنا ان شاء الله نشوفوا معناها حب وشي هذاك الكل. ديما تجيو هوني انتم ولا لا؟ لا شنو اللي يعجبكم هكا في شرح بيبرغي؟ الحقيقه حتى شيء. كنت متوقعه الاجابه عادي معناها
فمش حاجه سبيسيال تعجبني. عندك طموح في تونس ولا لا؟ شنو عندك طموح في تونس ولا لا؟ لا. علاش؟ ما نحبش نعيش هون يعني، استنى عشان نكمل 3 سنين ونطلع ان شاء الله. وي ماشي. مازلت ما نعرفش. بي وشنو هو طموحك؟ شنو هو الهدف اللي عايش على خاطره؟ نولي بخدمتي بالقدي. نطلع. الراجل بيه انك ماكش معامل على فلوس الراجل. ليه ليه؟ ليه؟ ما نعملش عليه. بعد يذلني عليهم فلوس وليا ما نعيش. انت تولي عندك فلوس وخدمتك كل شيء. فلوسي بخدمتي اوكي كي وقاريه وجوي باهي هذاك اش نحب. علاش الشباب ما عادش نشوفوه عنده طموح في تونس؟ شبابنا ماشي معناه. على خاطر ما نعرفش تلقى عباد ماخذين باك وقارين وكل شهريتهم نعرفش قارين تقام حتى 5 سنين بعد باك شهريتهم مليون. مليون ما تعملك شيء معناه في تونس ما تعملك حتى شيء. سورتو كي تبدا مع عريس. صحيت. دونك دوكو يتلزوا باش يخرجوا معناه. انت قداش السالير اللي نجم هكا يرضيك؟ السالير مش حكايه يرضي. حسب التقريب هكا. مش حسب التقريب من مهم حاجه في مخي نحب نشريها ولا نحب نعملها نعملها. قداش لازمك؟ ماش قداش لازمني الحقيقه. تخيل ماني اوكون ايدي بالحق اوكون ايدي جمله هكا. هاو زيد احكي لنا شوي. وانت عندك طموح في تونس ولا لا؟ اي الحقيقه بلدنا محليها ونجم نوصلوا فيها سورتو كي نخدموا احنا لي جون هكا الكل مش الكلنا نطلعوا لبرا ونجموا نوصلوا الحكايه معناها في بلدنا جمله. البرا ما عندكش مستقبل؟ لا انا مستقبل برا. عندك بتبيع ما طموحك معناها في تونس مش البرا؟ اي انا نحب تونس الحقيقه ما نحبش نخرج لبرا. شنو يعجبك في تونس؟ ما نعرفش باهي. صاحبتك ما يعجبهاش راح ببورقيبه. ما نعرفش كي تجيو هوني وين تمشيو؟ انا الحقيقه جيت باش نلوج على الشركه هوني. نلوج على الشركه باش نشوفها. عندك موديل في مخك ما لقيتوش؟ اي عندي موديل في مخي ما لقيتوش. في بالي فما كان في تونس خاطر درتهم الكل ما فماش. دونك كاو توا مروحه معناها. اما تونس بلاد محليها راهو. جي با الكونتخيغ جوست ما توصلش فيها. كي باش تولي معناها تعيش في البلاد اللي انت مشيتها باش تحب تونس اكثر. اي ليه تونس نحبها. منحب ما نعرف روحي ما نجمش نوصل فيها. الخايبه نتاعها بلادك. بلادي معناها وعبيدها محليهم زيد راه. عبيدها محليهم المقاهير نتاع التوانسه والجو نتاع التوانسه وحده معناها. هكا هاو. قداش عندك في الانستغرام؟ 12.4K. انت من نوع معناها النشط على الانستغرام ولا؟ اي ديما نهبط. وانت؟ انا شوي الحقيقه. حسكم عكس بعضكم انت صاحب؟ بعضنا اي. نخدموا البنات توا، شنو تحب تقول؟ والله ايش نحب نقول محليكم برشا الناس الكل وان شاء الله اللي يحب يوصل في حكايه في حياته يوصل ان شاء الله وكهو ان شاء الله في تونس يوصل ان شاء الله. محليك ما قلت لك وان شاء الله ان شاء الله ديما الناس الكل فرحانين كهو ان شاء الله.